السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوة لشرب الشاي، زوينة بزاف وسهلة، ما تاخدش منكم الوقت، وفي نفس الوقت المذاق ديالها لذيذة، غادي تعجبكم. هنا غادي نحتاج كما شفتوا واحد 125 غرام ديال الزبدة، الزبدة اللي درت انا نوع حيواني. انا كنفضل في هذا النوع هذا ديال الحلوة هذه الزبدة اللي كتكون يعني ديال العبار، كتكون رطبة وزوينة. هنا عندي نص كاس العنبة ديال السكر سنيدة، عندي نص كاس العنبه ناقشي شويه ديال الزيت، لان يعني درت الزبده ديال العبار، الزيت ما كنديروهش بزاف، درتو الزبده ديال البواطه او الاخرى كتوصلوا حتى لكاس الارب ديال الزيت. هنا عندي بيضه وحده، عندي فاني وحده، وعندي 4 غرام خميره الحلويات، يعني غير مسخنشه. وغادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال هاد الشوكولاته هذه اللي كنديروا مع الحليب، اي نوع عندكم، ماشي المر هذا اللي كيكون حلو. وغادي نحتاج الدقيق باش غادي يلم الخليط. صافي كما شفتوا كنوضع الزبده، هانتوما شفتوا راه دايبه باش كتساعدكم على يعني على العمل، ما تجيكمش هكا قاصحه، خرجوها من الثلاجه وصافي. غنضيف لها 7 غرام ديال الفاني ونص كاس العنبه ديال السكر، غادي نخدمها مزيان. صافي كنخدموا مزيان الزبده مع السكر والفاني. هاد العجينه البنات راه هو ديال ريش بوند اللي كندير انا، بزاف اخوات يعني طلبوني على ريش بوند نديرها يعني في فيديو، انا غير كنضيف لها دابا هاد الكاوبيل حيت في الدار كيعجبهم بالنكهه ديال الكاوبيل، كتعطيهم واحد البنه زوينه، وحتى الاطفال كيعجبهم على العاديه البيضه. بغيتو ديروا هاد الكاوبيل ديروه، ما بغيتوش ديروا هاد يعني الشكلاط غبره زولوه وكملوا المقادير ديالكم عادي. هادي هي الحلوه اللي كندير ريش بوند كلشي كيحمق عليها، صراحه كتجي زوينه بزاف. دابا غادي نضيف الزيت تقريبا نص كاس ديال العنبه، كما قلت لكم الا عندكم الزبده الاخرى زيدوا شويه الزيت، غير الزبده هذه ديال اللي كتكون نوع حيواني، هذه كتكون ما كتطلبش الزيت بزاف حيت اصلا كتكون مدمه. فهاد القياس ديال الزبده يعني 125 غرام ديال الزبده كنضيف غير بيضه واحده، يعني الا درتوا 4 ديال الزبده كديروا جوج بيضات. انا درت غير نفس المقادير، غنوضع ديك معلقه كبيره ديال الشكلاط غبره الحلو ماشي المر، بهاد الحلو الصراحه كتجي زوينه. بغيتو ديروا المر ديروه، ولكن هاد ديال اللي كنخلطو مع الحليب كيجي افضل وكيعطيها الصراحه واحد المذاق زوين، راكم الا جربتوها غادي يعجبكم. صافي دابا وضعت هنايا 4 غرام خميره الحلويات يعني نصف علبه، والدقيق غادي نبدا ندير جوج معالق بمعلقه، وانتم غاديين حتى كتجمعوها مزيان. بالنسبه للنشا البنات، انا راه ما كنضيفش في ريش بوند، ما كنديرلهاش النشا، لان النشا في الاول كيعطي هذيك الهشاشه، من بعد كتولي بحال ناشفه، واخا هشيشه ناشفه يعني كتحسوا بها بحال مرمله، بحال ما كتبقاش زوينه صراحه. بالنشا ما كيلاش داك النشا، هذا كيصلح حلويات اخرى، اما فريش بوند اصلا شحال هادي، يعني والدينا ما كانوش كيديروا النشا فريش بوند، ومع ذلك كانت كتجي زوينه، غير الزبده والزيت والبيض وكتجي زوينه، ما كنشبعوش منها. صافي البنات، هنا من بعد ما جمعتها دابا غادي نديرها اللي بغيتو، بغيتو ديروها مدوره ديروها، بغيتو ديروها هكا صبيعات ديروها اللي بغيتو. صافي بهذه الطريقه البنات غنديروها هكا صبيعات مقادين، بغيتو ديروها دايره ديروها اللي بغيتو. غادي نديرو منها هادو صبيعات، دابا كنسخن الفران على 180 درجه، ندخلها الطيب ونرجع معاكم. صافي البنات، انا خديت المربى اللي الخاص بالاكل ماشي ديال الحلويات، انا الحلويات مازال الان ما طحتش في شي واحد المذاق ديالو زوين، كلهم كيجيين فيهم واحد النسمه في شكل، فكناخذ غير المربى العادي ديال المشمش، ضفت له جوج معالق ديال الماء ديال الزهر ودرتو شويه سخن، وغادي ناخذ الباسون ونبدا ندوز فيه الحلوه ديالي. صافي البنات، كما شفتوا لاطا الاولى هي طابت لي، بالنسبه للتحمر ما تخليوش تحمر بزاف، يعني صافي حتى تشوفوها طابت من التحت، كتاخذ واحد اللوين شويه من يعني في الوجه ديالها، صافي راه كتكون طايبه، يعني ما تعطيوهاش طياب بزاف. صافي كنبدا نسقي هكا هكا بشيته، الا عندكم مربى جاري داك ديال الحلويات يعني غتكثروا الكميه ديال المربى وتغطسوهم مزيان، انا عندي هذا هو اللي عندي متوفر ف
فغادي ندوزهم هكا محدهم باقيين شويه سخان وندوزهم في الكوك. صافي كنوضعها في الكوك وكنرشها هكا مزيان. صافي ولي اللي دوزتها في الكوك كنحطها بوحدها حتى كتنشف مزيان من داك المربى، عاد ديك الساعه كنقدروا نجمعهم يعني حتى كيبردوا مزيان. غنمشي بنفس الطريقه غادي ندوز في المربى. صافي غنمشي بنفس الطريقه ندوز في المربى. انا كندير هكا الشيته باش كنزول داك الطريفات هكا منها. صافي كنهزها بمعلقه ونوضعها في الكوك. صافي البنات كنمشي بنفس الطريقه نتوما كما شفتوا. بالنسبه للكميه ديال المربى كندير غير شويه بشويه، يعني شويه كنديرو في كاسرونه كنسخنو مع شويه ديال ما زهر، وكنرجع حتى كندوز نص الكميه ديال الحلوه ونرجع عاوتاني ندير شويه المربى هكا باش كتبقى لكم الخدمه هكا نقيه وصافي. البنات الا بغيتو تخليوها يعني غير بالكونفيتير الكوك خليوه، بغيتو ديروها هكا زيكزاك بحال ديال الشكلاط ضيفوه حتى هو كيعطيه واحد المذاق زوين. دابا غادي نخليه هكا غادي نخليه غير برا على الثلاجه حتى كيبرد مزيان، يعني برد فيه داك الشكلاط ويشد فيه، ديك الساعه نشوفكم في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا من بعد ما كيبرد داك الشكلاط. داك الشكلاط كما قلت لكم اختياري، اللي بغى يضيفو يضيفو، اللي ما بغاش هو كيعطي واحد المذاق زوين هكا للوليدات كيعجبهم. غنقسم معكم شي وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كما شفتوا البنات نقسم معكم هذه الوحيده باش تشوفوا كيفاش كتجي. ها نتوما راه رطبه، وهذا الشيء كما شفتوا راني زعما كما صورتها يعني قسمتها لكم، يعني ما خليتها لا باتت ولا حتى حاجه، راه كتجي هشيشه بزاف. ها نتوما شفتوا بعينيكم، وما عمرناش يعني بالمربى، درتوا المربى السائل يكون احسن. المهم انا عندي هذا هو اللي متوفر عندي، هو اللي درت هو كيجي زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم.